يفكر يلعب ويبدع. الطفل الحياة فم هو القدوة. غدوة خير، أولادنا فخرة بلادنا. طفل الحياة فم، أولادنا فخرة بلادنا. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نهاية هذا الأسبوع الباسم، أسبوع الفرح، أسبوع الجمال، أسبوع الأم، عيد الأم سبيسيال، عيد الأم على إذاعة الحياة فم وفي برنامجكم الحياة كيدز، أطفال الحياة. اليوم نهار الكل مسابقات، الكل فرحة، اليوم جوائز عديدة تنتظركم. تتصلوا بين على 70 035 120. الأطفال تعملوا ديديكاس، تعملوا إهداءات للأمهات، تكرموا أمهاتكم، تكرموا معلمينكم. عنا في الأستوديو مفاجآت في فقرة قف للمعلمي. أستاذة سندس، ماذا اليوم؟ اليوم هو اليوم الكبير، عيد الأمهات، هو عيد الحب والتضحيات، هو عيد أسعد الأوقات وأعظم الذكريات، ذكريات الطفولة التي هي حلم الحياة، طفولة الإنسان المقترنة بالأم ورعاية الأم والتعلق الشديد بها. إن شاء الله أمهاتنا الكل بألف خير وصحة وسعادة. نتمنى عيد أمهات سعيد لكل الأمهات وكل مربيات الأمهات اللي سعوا بكل جهد باش يربيوا صغارهم وصغار غيرهم، أجيال وأجيال. ومعانا اليوم مربية العلم ونور، وهي كلها نور على نور. سعيدة جدا هذا الصباح باستضافة وباستقبال السيدة فاطمة الحليوي التي غنية عن التعريف الحقيقة. مدام فاطمة الحليوي، مرحبا بك. ومعايا أيضا سيدة فاضلة جدا جدا جدا، السيدة لميا النقاتي، مرحبا بك يا مدام، اللي هي عندها علاقة ياسر قوية بمدام فاطمة الحليوي. هاي ورينا سي سيف، أعطينا بلان جنرال، خلينا نشوفوا الجو في الاستوديو. منور اليوم الاستوديو برشا، جو كبير، فرحة كبيرة اليوم. نفرحوا بالأم، نفرحوا بالمعلمة، نفرحوا بالأرض. الأرض هي أمنا زادة، الأم حتى إذاعة الحياة أمنا زادة، إذاعة الحياة أمنا زادة، نتلمنا ديما والفرحة. واليومك الجو الكبير الصباح، لي تاكسيست يعطيهم الصحة اليوم في الماتينال، كيفاش مسابقات وجاو يزمروا للإذاعة تبارك الله. هذا دري القطع اللي هم يسمعوا فين، اللي هم فرحانين كيما احنا فرحانين بهم. حبيت نذكر بالهدايا، هدايا هذه الحلقة بمناسبة عيد الأم، مهدات من فريقي جي اس ام، قبالة التليكوم، بيجي أوبتيك، شارع أبي زمع البلوي، شوكو موندو، سيدي عبيد الغرياني. قف للمعلمي، يلا ضيوفك. مدام صباح خير. صباح النور، صباح الخيرات والأرزاق مدام سندس، إن شاء الله ديما بخير وإن شاء الله ديما منوري. عايشك ربي فضلك يا مدام. شكرا لكم على هالاستضافة، نشكركم على هالاستضافة. احنا حضرنا لك التكريم مدام في مدرسة ولاد فرحان، بارك الله فيك، وشفنا هك الجو الكبير وهك اللمة وهك دموع الفرح والابتسامة. اي والله علاقتنا طيبة برشا في المدرسة، أسرة واحدة. يتبارك الله يتبارك الله، والله ديما مع بعضنا وديما معناتها اللي راسه يوجع والآخر معناتها يداويو معناتها مع بعضنا بالكدا. والله الام المدرسه ام زيد المدرسه أم. اسره واحده نحن، أسرة واحدة. المدرسة المعلم هاي. المعلم الطبيبه تداوي الجراح وتداوي الكلام وتداوي كل شيء للجنوه والركح العلم والدنيا الكل. قل يا قديش تجربتك في التعليم؟ 35 سنة. أنا بالتمام خريجة ترشيح معلمات القيروان من 86. تبارك الله، دفعة 86. وحكي لنا على مسارك المهني فين بديت تخدم، كيفاش كانت الانطلاقة؟ انطلاقة العام الأول تربص عملناه في مدرسة الأسوار، كان عندنا قسم معناتها كامل مدرسة تطبيقية الأسوار، كان عندنا قسم نقريو فيه معناتها، مش نحضروا عند المعلمين الكل معناتها، أنا قسم قارن نخدم فيه. أنا قريت سنة رابعة فرنسية، وبعد بطبيعة انطلقنا في الأرياف نقريه، وقريت في العلية، فين تحديدا؟ في العلية، في العلية، في العلية الأم، العلية الحبيب، العلية الحبيب مع سي حمدة مدير وقتها، سي حمدة الذهبي. والله الحقيقة العلية، العلية المزيانة قريبة، مشيش جبل طرزة، لا جبل طرزة، في ربوعنا شامخ منه تنير مآذن الإعلاني، مسح ودي في هواك ولا صفا ما لم أهبك صفوة الألحان. العلية مزيانة، قرية مزيانة برشا، ما قعدتش فيها برشا، قعدت فيها شهرين كهوة في مشيت بعد الشبيكة، حوالي الشبيكة وبعد مشيت لعين بومرة تابعة للسبيخة، عين بومرة السبيخة رولمون بعد العوامرية هكيكة موديمة كيكة يحطونا هيا قولي عاد. وبعد في العوامرية وقتاش تقابلت مع مدام لميا النقاتي؟
من ترشيح المعلمات من نحن نقرا في الترشيح. بون انتوا مع بعض كمان؟ مشنا مع بعض هي اقل من هي بعد هي بعد اما نحن من ترشيح المعلمات معناتها من ترشيح المعلمات تعطينا سي سيف بلون جينيرال. خلينا نشوفوا بعضنا الناس الكل هاللمه الحلوه هنا في الاستوديو على خاطر الحوار مش يكون مع مدام سندس ومدام فاطمه ومدام لميا مع بعضنا الكل. يلا مدام سندس تفضل شوف لنا الخيوط نتاع العلاقه هذه وشنو هي اسرارها وشنو هي برشا اسرار وبرشا اخبار زاده وبرشا حب وبرشا مشاعر كبيره الحقيقه. اي الحقيقه والله الحق برشا حب ود ما بيناتنا تحير اصلا يا سي عبد المجيد. ما تقولش عليهم اخوات تقولش عليهم مودة كبيرة. مودة كبيرة. قفل المعلم يوفيه التبجيلة. بركلة مدام فاطمة شنو علاقتك مدام لميا؟ مدام لميا علاقتك مدام فاطمة؟ أهلا أسلمة، شكرا على الاستضافة، شكرا على الدعوة. رحبوا بكم زادة احنا في هذا اليوم السعيد. انتم ديما تفرحوا بينا راه. ربي يخليك. ربي يفضلك. الحياة فيها هكا كل ما توجهوا للدعم تكون الدعوة تكون حذاكم. مرحبا بك. لالا. احترت كيف أبدأ كلماتي. الله. فقلت لها وأعيد عندما أراك تتعطل لغة كلماتي يا فاطمة. يا رب ما تبكيهاش اليوم. مرفيت من الفرحة كلي دموع الفرح واليوم مش تتأثري فيها برشا. جميل جدا تفضل. في هذا اليوم المبارك ويوم عيد الأمهات بارك الله في الحياة اف ام وكل فريق العمل في استضافة أم الجميع. أين استضفتم أم الجميع؟ أم الكبار، أم صديقاتها، أم أخواتها، راهي قرت المئات، أم أبيها وأمها، أي ما شاء الله، أم أخواتها، أي. أم صديقاتها، أم تلامذتها، ربي يبارك لنا فيها إن شاء أمين الله. يا رب، أمين. خيوط العلاقة سأختصرها في بيتين. نعم. أقول إن أخاك الحق من كان معك، نعم. ومن ضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك نفسه ليجمعك. تلك هي فاطمة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله تبارك الله اختي ام نعطينا تصفيق مزيانه 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 على هالكلام الحلو على الحلو على الروعه والله شنو هكا. نذكروا مستمعينا الكرام مستمعينا الكرام احنا بصدد في فقره قفل المعلم التكريم المربيه الفاضله فاطمة الحليوي ونكرم معها أيضا الأستاذة لميا النقاتي أختنا العزيزة اللي هي مكرمة ومكرمة اليوم في الأستوديو. تتصلوا بنا للتفاعل معنا في هذه الفقرة على 70-035-120 بعد حين نبدأ بتمرير المكالمات. كذلك مسابقات مفتوحة للأطفال وتكريمات مفتوحة للأطفال تتفضلوا تتواصلوا معنا باش تكرموا أمهاتكم بهذه المناسبة. ونحب نقول تحية للمرأة عامة حيثما كانت في القرى في المدن في الأرياف المرأة الريفية المرأة الكادحة المرأة اللي وصلت صغيراتها والمرأة اللي أمنت رزق أطفالها المرأة ذات الدور الفعال. نستنوا المكالمات الهاتفية ونعود إلى الأستاذة فاطمة الحليوي. مدام فاطمة أي أحكي لي لله وقتاش دخلت ولاد فرحان؟ ظل لي مدة كبيرة في مدرسة ولاد فرحان. عام 2001. عام 2001. ما شاء الله مدة كبيرة. أي. وريت أنا ريت فرحانين بركة برشا جماعة معناها بيك وشنو السر هذا لله؟ قل لي قل لي بالحق شنو السر؟ والله فضل ربي كله الفضل يعود لربي سبحانه عز وجل. عز وجل. أما معناتها أنا ما فضل ربي ما ما عنديش كما نقولوا مشاكل مع المعلمين ولا مع المديرين ولا مع لا لا ظاهر ما عنديش حتى مشكلة. أيوة طيب بالعكس معناتها اجتماعيا نجم نقولوا معناتها. شكون مديرين خدموا معاك في ولاد فرحان؟ مديرين تتذكر شكون تتذكر؟ اي خدم معنا سي حموده النقاطي. سي حموده النخلي لا انا بعده. آه انت بعد سي حموده. اي اي مدام سالمة عياده. مدام سالمة عياده اي وسي عبد عبد المجيد عبد الحميد الماجري. عبد الحميد الماجري اي ربي يطول في راسه تبارك الله اخويا. اي وسي بشير وتو مدام جليله. سي بشير بالحياه مدام جليله المناري. اي قداش فرحانه نهارتها نهار التكريم نتاعك. فرحانه بيا برشا والله. ريتك التصريح عملته في الحديقه نتاع المدرسه. فرحانه بيا مدام جليله ربي يطول في راسه. باش ندوكم اغنيه بهذه المناسبه باش نخرجوا فاصل
غنائي، ثم نعود إلى الاستوديو. أذكر بالهاتف 70-035-120 لتقديم إهداءاتكم بمناسبة عيد الأمهات، وللتفاعل مع فقرة قفل المعلمين في تكريم السيدتين لميا النجاتي وفاطمة الحليوي. فاصل غنائي. أولادنا فخرة بلادنا بفضل الأمهات، بفضل المربيات، بفضل المعلمات. أولادنا فخرة بلادنا فعلا. الأسرة التونسية، المجتمع قاطبة يحتفل اليوم بعيد الأم، يحتفل بنهر العطاء الكبير. جوائز في انتظاركم، تطلبون على 70-035-120. الجوائز مهدات من فريقي جي اس ام، قبالة تيليكوم، وشارع أبي زمعة البلوي، بيجي أوبتيك، كذلك شوكو موندو سيدي عبيد الغرياني. عندكم هدايا تنتظر فيكم، تتصلوا بنا لإهداءاتكم بمناسبة عيد الأم وللمشاركة في مسابقة بسيطة بسيطة باش تربحوا جوائز. اللي باش يشارك بحول الله باش يربح. نعود إلى فقرتنا في الأستوديو، إلى قف للمعلم. معنا مكالمة هاتفية. ألو. ألو، عسلامة. عسلامة، شكون معايا؟ أهلا، صباح النور. عايشك. معاكم سامية أبو خريف، أستاذ أونجلي. أهلا أستاذة سامية، مرحبا بيك. كل عام والمرأة التونسية بخير والأم بخير. ليش كنت تعمل إهداء؟ والله حبيت نتدخل اليوم. ما حبيت نكرم معاكم مدام فاطمة الحليوي. ربي فضلها. يعيشك. هي هي تسمع فيك. تسمع فيك، تفضل. بارك الله فيك يا سامية. يعيشك. سامية بنتي ذكرني العام الأول بكل سنة رابعة في رأسي. سنة رابعة، عامك الأول في الخدمة. عام الأول في الخدمة. أنا دو أنا عندي 22 سنة أقدمية في التعليم. ما شاء الله على بنتي. ما شاء الله على بنتي. وأنت قريتني عامك الأول في الخدمة في السنة الرابعة ابتدائي في مدرسة الأسوار مع سي عمر بالحمرة، تتذكر ولا لا؟ هاي هاي نتذكر بالكتاب اللي قسمكم. كل قسم صغير يا سامي. قريتني فرنسي. فرنسي، فكل قسم الضريف تتذكروا؟ اي تتذكروا هذيك في الاسواق. اي اي بركة يا حبيبتي. يا والله بنتي. حبيت نشارك وحبيت نكرمكم اليوم، نكرم مدام فاطمه اليوم. يشرفني اني حتى بمناسبه عيد الامهات، هي خاطر تعتبر روحها ام للتلامذة الكل، وتعتبر اللي تلامذة الكل اولادها وبناتها. فعلا والله هي حنينة برشا وديما مبتسمة، وانا نحبها برشا ونعزها. يعزك ربي يعطيك الصحة يا سامي، وربي يفضلك وربي يمتعك بالصحة والعافية. بكل عليك يا سامي. سامي والله يا عايش. استاذة سامي، يعني انت كرمت مدام فاطمة الحليوي ربي يفضلها. شكون تحب تعمل اهداء بمناسبة عيد الام؟ والله نعمل اهداء لامي. ربي يفضلها لك ان شاء الله. يعيشك. والأمهات تونس الكل، وربي إن شاء الله يطول عمرهم في الخير، وربي يمتعهم بالصحة والعافية، وربي يعزهم الكل. بركة وربي فضلك. أستاذة سامي، هاك ترى أنت الأثر اللي يخليه المربي يكون فعله طيب، ويكون ضميره يقظ، ويكون واجبه يؤديه على الوجه الأكمل، ويبنيك جسر المحبة والمودة بينه وبين تلامذته. كيفاش الأثر؟ راح نقول لزملائي اللي باشروا في المهنة، فكروا في نهار اليوم يمكن التدارك، تنجم الإنسان يغلط غلطة يصلحها، أما نهار تنهي مساره المهني ما عادش نجم يرجع للتالي. هذاك علاش من خلالك يا أستاذة سامي نقول لك ربي فضلك وربي يوفقك إن شاء الله. رسالة نبيلة، رسالة مقدسة، يلزم نبذل فيها الجهد الكبير، ويلزمنا كل صغير من الصغيرات يقراو عنا نعتبره ولدنا. احسبوا ولدك والأخوك الصغير وتصرف معاه بناء على هذا. هكا تبتسم اختي لميا النجاتي في الاستوديو، على خاطر ديما باسمك الصغيرات يحبوها برشا. زيد شنو سنت شعلنا مع مدام لميا؟ يعطيك الصحه يا ساميه، بارك الله فيك. اي نواصل استقبال المكالمات الهاتفيه مستمعينا الكرام، ونعود الى الاستوديو في انتظار رنين جرس الهاتف مره اخرى. مدام لميا، الحمد لله على العريقه الحلوه برشا اللي احنا مفضل ربي علينا. احنا خريجي ترشيح معلمات، وتلاقينا زادا تقريبا نمر تقريبا نفس المراحل ونفس النقل، اما تختلف الاماكن، ولكن امنا بالرساله من اول يوم، واخذنا على عاتقنا ابناء هذا البلد اللي هما اسرتنا. احنا الحمد لله الاسره الكبيره تشوفوا فيها انتوما، كي المديرين معلمين متفقدين، مديرين جهويين، الحمد لله عشنا كلنا اسره، ما اسره واحده معناها بالحق. كيف ما كنت نقول لكم توا نزوروا بعضنا في السراء والضراء، نكفر بعضنا فعلي. الحمد لله معناها فما شي فرق لا ما بين لا المدير ولا المعلم، لا المتفقد ولا المدير الجهوي، لكن خيرنا الكل. بالنسبه للتلميذ الحمد لله هو ابننا دائما، ديما ولادنا الصغيرات
أين نحطهم هم مسؤولين على أنفسهم وعلينا إحنا، ونشعرهم بمسؤولية، وقعدنا نحس بهك إحساسهم، فرحتهم نقراوها في عينيهم، نكونوا لهم أطباء قبل ما نكونوا معلمين فعلا. انت قديم العام تعرف مدام فاطمة؟ اي نفستي فاطمة توا ما يقارب الأربعين سنة ما شاء الله، ما يقارب الأربعين سنة. عندها نهارة التكريم المشاعر اللي ريناها عمرها 40 سنة تقريبا. شكرا جزيلا المستمعين الكرام، نواصل استقبال مكالماتكم الهاتفية. شكرا جزيلا أستاذة لميا النقاتي، جو كبير. تحب تحكي على المديرسة أستاذة لميا، المديرين وغيرهم؟ المديرين نذكر منهم، أنا مثلا وقت اللي جيت، أنا جيت عام 92-93 مع سي صدق جنيح، بعده سي الهادي بوهاها، بعده سي حمودة النخلي، سي الهادي بوهاها، بعد سي حمودة النخلي، ربي يفضلهم الله يرحمه سي حمودة، وربي يبارك لي اللي قعد، أي ربي يبارك لي اللي قعد، أمين يا رب. سي عبد الحميد، سي أحمد المجدود، سي عمر بن سعد، مدام سلمى عيادة، سي عبيد العياري، سي عبيد جميلة، سي أحمد عبد العال، سي سلا حبيب عبد العال، مدام جليلة اللي هي خيتنا الحقيقة. أنا أسميها المديرة المعاونة، مدام جليلة، مدام لمياء جاء، مديرة معاونة، مديرتين مساعدتين معاونتين للإطار التربوي بأكمله الحقيقة، التلامذة الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لي أنا زادة كيف قريت في الاكتفات بين العلا وحفظ الاكتفات، بعدها الهوارب، بعدها العوامرية، أين التقيت بأختي مرة أخرى بعد ما افترقنا العوامرية، خدمنا مع بعض بعد رفقة الترشيح، هي سبقتني بعام. أنا بعد لقينا في العوامرية مع سي عامر صحنون، الله يرحمه. الله يرحم سي عامر، خدمت معاه شي 15 عام، ذاكرة القيروان كانت ذاكرتنا يوما ما. نعم. وعائلته سي عامر الله يرحمه، الحمد لله. نذكر مرة وأنا نحكي لسيدي عمر عبادة مع سي عامر، قلت له باختصار الحدادة، فن الحدادة، قال لي نحن علمناها الحدادة، عائلة شحنون هي عائلة الحدادين، هم اللي علموا حرفة الحدادة للناس كله، كانوا يتنقلوا. يحكي لي سي عامر، قال لي كنا نقضيوا أشهر يمشوا يسكوا سكك نتاع، يمضوا سكك نتاع المحراث ويحضروا معناها سنون نتاع الجاروش النورج، قال لك نتنقلوا المكثر، نتنقلوا للساحل، نبقاو بالشهر بالشهرين. الله يرحم سي عامر والله، فرصة يرحمه. طيبة راجل طيب، ربي يرحمه ينعمه، علمنا حطنا على الطريق سي عامر مع العائلة الكبرى والعائلة الصغرى، هو اللي علمنا بالحق طرق المعاملة، أساس المعاملة مع التلميذ، أن يكون ابنك القريب، ابنك المحب. والحمد لله رب العالمين، تلمذتنا توا من العوامرية يجيونا من أنحاء أنا والله عندي تلمذتي يقريوا بالحق في البوليتكنيك في كندا، والله حتى كيف يجيوا على 3 أيام ولا جمعة يلازمونا باب بيتي حتى أعود، والله يقفوا حدا البيت ويمشيوا للمدرسة ما يلقونيش، يجيوا للدار. هذا البر، هذا الاعتراف والعرفان، الحمد لله. جميل يا مدام فاطمه. فانا فما بنيه تقول لها بتنقطوا القروين، تقول لها نعرفها ريحه ستي فاطمه، خلينا تبدا تشم في الديار، تقول لها نعرفها ريحه ستي فاطمه، والله بالحق ما شاء الله، علاقه روحانيه اكثر من تعرف الحومه، تقول لها في الحومه ذي تبدا قتل امها، والله تحلف لي قتل تشم في الديار، قلنا نحب ريحة ستي فاطمة نعرف. ربي فضل وسر لكم. معنا مكالمة هاتفية. ألو ألو، عسلامة، أهلا وسهلا، عيد سعيد لكل التونسيين في احتفالهم بعيد الأم، شكون معنا؟ إن شاء الله كل عام وكل أمهات حيين بخير وكل نساء حيين بخير. أستاذ شكون معنا للمستمع؟ معكم فرح ليوين. يا فرح، اهلا وسهلا، ويلزمنا نسالك عادي، انا يلزم نسالك باش المستمعين يعرفوك يا فرح. هاي نورتينا فرح، مرحبا بيك. خاطرك يا فرح، هاي قول لي. والله انا اليوم تكلمت باش نكرم ستي فاطمه، خاطرها هي كانت اول معلمه عندي. قصص كبار بنتي فرح عليهم، وهذه مش كل فرصة معناها باش هي تعرف حاجات يمكن هي ما عرفتهمش ولا ما هي تحكي لها. رحت مع مدرسة الولد فرحان، بديت كانت ياسر قصيرة، أما ياسر
مليئه برشا ذكريات باهية معناها. سرية. صحيح قريت فيها لمدة عامين، أما الرهبة الأولى من المعلم وتدخل على كلاس أول مرة وأنتي في السلام حتى أني دخلت ملحق وكل، مع ستي فاطمة ما حسيتش بيه. كنت نحس نفكر كيفاش أول نهار معناها دخلتني القسم لحظت بيا وحطتني في بلاصة باهية، وكنت ما كنت حاسة إني داخلة مع بيد هما ديجا بداو يقرا أنا مازلت، وكنت أتونسيوني معناها. اي وخلى الاهتمام نتاعها هذيك قعدت حتى بعد ما كملت السنه الدراسيه. ما خاطر انت يا فرح انت كيف وصلت في ملحق هذيك حابة توفر لك فرصه التاقلم والاندماج المباشر، اعطتك المكانه والحظوه الخاصه جدا باش تحطك في السياق الايجابي وفي سياق التفاعل، خاطر تعرف اللي مؤخر انه راه ما همش تدخلك برشا ولاديك وتبا وما تخافش وكل ما شاء الله. تفضل اي معك اي معك مدام فاطمه. صباح الخير يا فرح. صباح الخير دكتوره فرح عاد دكتورتنا فرح، ان شاء الله رب وفقك ورب يجيبك في الصواب ان شاء الله. يعيشك سيدي ربي يحفظك. انت بيتك زاده كنت مجتهده وكنت بالكتي، وانا نعطيهم هما تبارك الله يقبلوا ويزيدوا علي عامتها بالحق. خدمنا مع بعضنا عام من احلى سنوات فعلا والله بالحق فعلا، وكان بالكل كانوا محليهم عاملين جو مع بعضهم شيء كبير عامتها. دكتوره فرح، اذا مدام فاطمه غرمتك بالفرنسويه العربيه سنه اولى عبيتو عربيه خاطر كانت تحكي لي كانت قاعده فرنسيه بعد ولينا سنه اولى وكنت كنت نقعد في القسم الاول مع خوله العليني زميلتي توا. تحيه ليها تحيه ليها. وهي كنت انا راها كيما المينياتور من تاتي فاطمة، هي بنت اختها اما نسخة منها معناها بالمعاملة خاصة مش نورمال ليه بالعكس، اما كنت نسخة منها معناها. انا لتوا هنا نقرا مع بعضنا في كلية الطب تونس، نزلت نرى فيها نفس الحاجة هذيك الحنية تاع تاتي فاطمة وكل، وديما نبعث سلام معها هي ونروح تاني فاطمة جات عليا أترى برا هي دوك نحب نقدم تحية زميلتي خولة العليني. تحية لها خولة تحية العليني. تحية كبيرة اللي هي توا أونغاد تخدم ديجا. أي أنتي قالت لي ما سلم لعبتي برشا وقالت لي راني ما نجمش للدخل، أما بلغ لي تسليم من معلمتي مدام فاطمة العليني. هاي هاي ريت أستاذة أطبيبة أنتيرن هاي أنتيرن هاي ريت أثر الفعل الطيب وحسن المعاملة في الطفل يعني يكبر ويرتقي في مراتب المعرفة، ولكن يظل وفيا هذا الوفاء الجميل. هما زاد بهي كانوا سي عبد المجيد زاد هما كانوا زاد مثال للتلامذة المتربين المثابرين المجتهدين بالحق والله بارك الله. كان جيلا ذهبيا. اذا شكرا جزيلا دكتورة فرح، شكرا جزيلا هذا الوفاء هذا الوفاء الجميل. تعرف احسن هدية احسن هدية احسن صداة يرجع للمربي لا سيما بعد انهاء المسار المهني هي كلمة الاعتراف بالجميل. مكالمتها هذه والله بالحق هدية كبيرة. صحيح يوفقك ثمينة يعطيك الصحة وإن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله وكل المهن حتى مهنة الطب مهنة مقدسة مهنة مقدسة لأنها هو كيف تخلي الامباكت نتاعك في العبد مهما كانت المهنة نتاعك. أي وكل مهنة المعلم هي مهنة ياسر مهمة في تربية وتكوين الشخصية التلميذ. نعم شكرا جزيلا. اذا شكرا جزيلا دكتوره فرح. اذا مستمعينا الكرام هذا هو جونا، جو الاعتراف بالجميل، جو العرفان، جو البر، واليوم ونحن في غمره المشاعر النبيله المشاعر الرائعه الاحتفال بعيد الام، الام في رمزيتها الام تلمذاتها وام هالمجتمع هذايا، والام هي لها دور في الشارع دور في المدرسه دور حيثما كانت. اذا تحيت اكبار للمراه التونسيه. مستمعينا الكرام نخرج فاصلا غنائيا ثم نعود لنواصل استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 70 035 120. للام في عيد الام اليوم نكرم المراه الريفيه، المراه الريفيه المناضله، المراه الريفيه اللي تمارس مهنه الفلاحه، المراه الريفيه اللي وصلت صغيراتها، المراه الريفيه اللي حافظت على عائلتها وقدمت الكثير والكثير. معنا مكالمه هاتفيه من عين جلوله مع مراسلنا سي سمير الشايب. الو
ألو. عسلامة عسلامة. عسلامة سلمك عاشك. أهلا بيك مرحبا بيك. وبيك عاشك. مدام حدا فاخر. نعم. تشرفنا بيك برشا. وبيك عاشك. أنت على تخدم توا في الثانية توا تجمع في المشماش. أي أنا أجمع في المشماش توا. تبارك الله عليك، إيش عندك صغيرات يا مدام؟ عندي حشك خمسة صغار. تبارك الله ربي يحفظهم وربي يحفظك لهم و... وتمارس في المهنة هذه يعني في الموسم المشماش و... تبارك الله عليك ونشوفه في التصويرة متاعك هكا عند فيدك الميكرو متاع الحياة فام وراكك الشجرة الجميلة وهاك لابسة هاك الكاسكيت على الشمس يا تبارك الله عليك تبارك الله مدام حدا. قل لي يا صغيراتك كيفين وصلوا توا؟ والله عندي زوز اولاد وثلاثه بنات بارك الله. قريتهم فيما كانت طفله بركه تخرجت كملت قط وتخرجت انا قاعده مش تخدم ان شاء الله ربي يسهل لها. فيش تخرجت تخرجت ايش قراتك عندكش فكره؟ نتاع بنوك خدمتها في البنوك في التصرف المالي. اي ان شاء الله تعود تخدم تعود تخدم انت المهم انت كملت رسالتك وان شاء الله ربي يرزقها عما قريب بمهنه تحفظ بها كرامتها وترد لك بها الجميل. صغيراتك الاخرين مازالوا يقراوا؟ لا مش يقراوا الاخرين طفل مبطل ودار زوج بنات معرفين وطفله تخدم ماشي للروحه معناها هي به برشا هم وصلوا هالوليد هذا يشوفوا له مراكز التكوين راهو ينجم يدارك امره عندنا مراكز التكوين يتفضل. هو مبطل من البطل من الخامسه من الابتدائي انقطع من الخامسه ابتدائي. المهم حافظ لنا عليه في تربيته في اخلاقه وانت الام ديما تقدم الواجب ماك تخدم عليها متعبه. هاني نخدم في نخدم هذه جاي نخدم الفلاحه نخدم شرف. عندي ياسر نخدم فيها الفلاحه. اسمعني مدام حادة المهم تكون اللقمه شريفه خدمه شريفه حلال الحمد لله بارك جبيني نخدم ما. مال شنو هذاك الشرف حبينا احنا اليوم من خلالك انت مدام حادة حبينا نكرموك حبينا نقولوا لك بارك الله فيك حبينا نقول لك يعطيك الصحه والعافيه. حذاك سي سمير هكا عندك جائزه مهدات من اذاعه الحياه فام عندك هديه بمناسبه عيد الام ان شاء الله. كان انت نجمت تجينا الاستوديو تعمل طلاك سي سمير مرات يتنقل ربي فضله والا تو تجيك توصلك الهديه نتاعك اما احنا تشرفينا لو كان تجي حذانا للاذاعه ونقول لك بارك الله فيك على المباشر. قل لي شنو حال المشماش في عين جلوله؟ هانو باهي باهي ثمره باهي سناء باهي ما خفيف مش وارد برشا مش وارد برشا هي باهي ما على كل حال ثمره بنين المشماش عين جلوله. هاي اش عندكم خلف المشماش؟ ما ثم العسل زاده فما ايه ما عند العباد الاخرى مش ما يسالش طيب اسمعني وين تصب تنفع يا مدام. اي حابين نقول لك عيدك مبروك وكل عام وانت حي بخير وربي يفضلك وينورك. عدي لي سي سمير كان حذاك عدي لي سي سمير يعطيه الصحه خرج سي سمير على السلامه. عسلامة اخويا يعطيك الصحة يا سي سمير كيفاش خرجت لنا الحقول عين جلولة لا هو راهي المكان واخذيناه من الثانية تجمع في المشماش هاني يعني شوف التصوير تبارك الله صورة حية وانا عديناكم صورة حية محلوب المشهد النساء كاد حاس اللي عاملات اي نعم اللي تنقلوا حتى في كوامن يركبوا في كوامن من تالي ويخرجوا بكري قبل ان شاء الله يخرجوا. يا سمير ان شاء الله مشكلة النقل هذه نقل العاملات الفلاحيات ان شاء الله تتحل المشكل ونلقاو صيغة باش تحفظ لهم كرامتهم اولا ونحافظوا عليهم في سلامتهم وصحتهم وربي ان شاء الله يفضلهم ويحميهم من الحوادث ولقمة العرق لقمة عرق الجبين اللقمة الشريفة الحلوة ربي يفضلها. ومن خلال مدام حدا نحب نقولوا للمرأة الريفية دمتي عزيزة ربي فضلك ربي نورك ربي وفقك وراك انت اللي معمره البلاد في اريافنا الجميله هكا ولا مدام سمس؟ صباح الخير سي سمير ساعه سي سمير معك مدام سمس. سي سمير صباح الخير مرحبا بك سي سمير يعيشك مرحبا بك يعيشك يعطيك الصحه على اللفته الكريمه للسيدات الكديحات في عين جلوله. اذاعه الحياه فام اذاعه الاولى للصحه في القيروان وفي تونس وفي شمال افريقيا اللي هي معناها تواكب وتتدخل ومعناها وتتصل بالعاملات الفلاحيات في الجبل في المناطق الريفية النائية يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة نسافي جلولة الكل نوجه لهم تحية الأمهات اللي
اللي ان شاء الله ربي يحفظهم وان شاء الله كل عيد وامهات تونس كله بخير. يعيشك سيدي مرحبا بك. استاذ سونس زين القيد تو للمسابقات عندنا جوائز لازم يكلمونا على 70 035 120 يكلمونا يعطوا تهانيهم ومش نعطيهم سؤال صغير هكا معناها بسيط باش ياخذوا الجوائز نتاعهم اليوم حياتها فهم تفرح بالام ومن خلال الام اطفالها قرة الاعين ان شاء الله وليداتنا الكل ديما في صحه وعافيه وان شاء الله امهات تونس ديما راسهم عالي بشرف وكرم هكا ولا مدام فاطمه يعطيك الصحه سي عبد المجيد والله سي عبد المجيد نحن كي خدمنا في الريف زي معناتها فما صعوبات لقيناهم من الاول مثلا انا خدمت في عين بومره نمشيو 3 كيلومتر على ساقينا باش نوصلوا من الفريوات فماشي نقل من الفريوات لعين بومره اي دوك نمشيوهم على ساقينا كنا معناتها حاطين على المراه الريفيه في عين بومره كعشرتها عندي اي والله شنو جوهم جوهم بالكده ومرحبانين نحن كنا في الربيع مثلا كي نوليو نسيبوا بكري نخرجوا نعملوا دوره في السواني ياسر يفرحوا بينا بالكده وعندهم زاد على ذكر المشماش عندهم مشماش بنين برشا وخوف للتصدير اصلي صبروا في السبيخه بالكدا في السبيخه هاي القيروان منطقه في لحيه كبيره عندهم بالكدا اي والله منطقه في لحيه سيسه يبداو يفرحوا بينا وساعات يغسلونا حتى الخوخ بالماء بالزهر يبدا ما يبارك الله بماء الزهر والله بالحق يا والله تبارك الله عليها مسمع المرأة التونسية الأمة التونسية كريمة يفرحوا بينا بالكدا تبارك الله ما شاء الله سبحان الله مدام لاميا تحية للمرأة في الريف والمدينة تحية لكل مسؤول والله أنا حشمت تكريم وعيد الأمهات والله تحية حتى للأباء الذين يقومون مقام الأم والأب تحية للأباء اللي بالحق ويقفين لوليداتهم ويعرفوا معنى الواجب ويقرأوا بالحق معناها الحقوق المعنوية للصغير راهو ما يقفش على الأم وكنت توا نحكي مع الفريق على التكريم تكريم كلمة عظيمة برشا والتكريم يعطيه لك ربي وتحسه في أيام حياتك ما شاء الله التكريم يعطيه لك ربي يكرمك في صحة بدنك مال. يكرمك في إن شاء الله السمعة الطيبة والعرض الطيب نعم بالله كرمنا أعظم تكريم بالنسبة لنا أحنا وقت اللي أنا ولادي تبارك الله اللي قريتهم في أول كارير نتاعي أسيدة وأطباء دكاتره معناها في أنحاء العالم خليني أقول أكيد يتواصلوا معاك ويتكلموا فيك في بلادنا أحنا تبارك الله ولدي يتخرج ويجيب لي صغيرات ويقراو ويتحمل معناها المسافة الطويلة اللي يقطعها ويتنقل ويصر من أول العام من قبل العام يقول ستي قررتني يصر على أني دونك نهار كله أنا كنت في أول الكارير نتاعي نقري في وليداتي ثم في نصف الكارير نقري في أحفادي وكبر أحفادي توا وتخرجوا جاو يسلموا علي لأني توا كنت نحكي للفريق وأنا عمري 21 عام نقري في سنة سادسة و22 عام نقري في سنة سادسة ما شاء الله وقتهم عمرهم ما فماش فارق عمر كبير 6 سنين يعطيك الصحة 6 7 سنين وتبارك الله معناها كانوا الأولاد هكا خشين بلاد كنا أصدقاء ولتوا أنا أصادق أطفالي أنا قريت من الأولى للسادسة بلانك عربية وفرنسية والحمد لله طفل المعلم والله تبارك الله المعلم قام في تونس قام مزيانه برشا 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 سمعنا المكالمات الهاتفيه مكالمات الاعتراف بالجميل ولحظ مدام فاطمه ريت فرح كيف حكيت على تفصيل صغير قالت راني انا وصلت مؤخره ملحق كيفاش استقبلت الاستقبال الحسن وادمجتها في المجموعه واكرمتها وبقيت راسخه في ذاكرتها تبارك الله هذاك واجبنا هو ثم تليفون يظل معنا مكالمه هاتفيه الو الو صباح الخير صباح النور صباح النور وصباح الجمال وصباح الفرح في عيد الامهات شكون معنا يعيشك شكرا مديحه العلاني مرحبا مدام مديحه العلاني مرحبا بك يعيشك تفضل مدام ساعه تحيه لجميع الامهات ونهنيهم بعيدهم ان شاء الله كل عام هما حيين بخير يا رب وتحية خاصة لمدام فاطمة ولمدام لميا تحية كبيرة عم يسمعوا فيك يعيشك مديحة يعيشك اللي هما عندهم مكانة خاصة في قلبي مدام فاطمة قراتني من أول مسيرتها هي في العام الأول بالكل اللي هي بديت فيه التعليم أي مديحة عماش يا سيدة مديحة تتذكرش العام بالضبط والله 86 87
نورمال مو هكا ستقلي سبتنا سنة رابعة في رمسية وقتها أي في مدرسة الأسوار كنت معلمة بالحق خليت بصمة بيا برشا اللي نتفكر روحي حتى وانا صغيرة جيمة وانا نبدأ نهتري ستي فاطمة ستي فاطمة ديك الجيمة على فمي ما شاء الله وبالحق حنينة هي برشا مع تلامذتها يعني تحس العلاقة في القسم ما هيش علاقة معلم وتلامذته كنا أسرة واحدة مع بعضنا مدام مديحة اش تعمل تو في حياتك؟ أنا صاحبت محل صاحبت محل إن شاء الله بالتوفيق يعيشك إن شاء الله بالتوفيق يعيشك بقات الذكريات الجميلة مع مدام فاطمة ياسر تتفكر التفاصيل وانت تلميذة في القسم ها؟ والله كاينك توا هكا تحكي لي ونتفكر نرجع بالبكره بالتوالي وكنا حتى في الثنيه فرد طريق نبدا الفارس تعرضني وتبدا معايا نمشي معاها نبدا شيخه وانا تبدا فرحانه متوجهه مع ساتره ونبدا هي ذكرات في القسم وانا اقول لها ليه انا نهز عليك ويقول لي ليه زن عليك ونقول لها نحب نهز امينا ونبدا شيخه كي نبدا ماشيه معاها ونحس روحي كبير هتنز عليك هتنز عليك كراسات هي صغيرة وكراس رزان برشا نتاع قسم كامل ما شاء الله مو يومي لازم نروحوا بيهم تبارك الله تبارك الله ربي يفضلها مدام مديحة نعم انت ما زلت ترى تقبلها مدام فاطمة هي 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 ماهيش ستيكا هو هي مرت خالي زيدة هاي بي بي برشا من ضمن الحاجات اللي انا نفهمها صغار تبارك الله لين ولدت مرت خالي هاكم اما اسمعني يا مدام مديحة راهي مدام فاطمة الحلي وما زالت صغيرة تبارك الله عليها ما عرفش كيفاش وزارة التربية سايبتها اذا نقول لك من ضمن الحاجات مدام فاطمة ما شاء الله عليها هي قدوتنا مثال للمرأة الناشطة ومعنتها بالحق بالحق ما زلت صغيرة كي نقول لك صغيرة ما شاء الله كل مجال ساعة فيه خير وفيه حاجة بيها تلقى مدام فاطمة فيه سواء في دار القرآن حفظت الصغيرات القرآن قررت ساعة أين قررت صغاري ربي يثيبها يعيش ربي يثيبها بالحق ربي يثيبها إن شاء الله يثيبنا الكل والله العظيم تعمل في المدرسة القرآنية وتزيد هي تقرأ وتعلم وتقري ما شاء الله بالحق هذه هي المرأة الناشطة والعاملة مدام مديحة يعني هي قدوتنا نعم هذه هي المرأة التونسية المرأة التونسية اللي ساهمت مساهمة كبيرة في بناء الوطن وفي بناء العائلة وفي تربية الأطفال في المدرسة معلمة والمرأة التونسية الطبيبة والمرأة التونسية الممرضة والمرأة التونسية المهندسة وتعرف أنت ريادة المرأة التونسية في المجتمع التونسي تبارك الله منذ الاستقلال كانت عنا مبادرات وكانت المرأة التونسية في الصف الأمامي في كل ما هو جميل مكالمتك فرحتنا برشا وأدخلت الفرحة على مدام فاطمة الحليوي ربي يفضلها ومدام ماليا النقاتي والأستاذ سندس الأسبوعي ربي يفضلك تحية ليك أنت يا مديحة كأم زيادة ربي يفرحك بهم يا مديحة العيد وربي يفرحك بهم عايشك ربي يبارك فيك إن شاء الله أنت مدام لميا زيادة ربي يفضلها وربي يفرحكم إن شاء الله يا مديحة أنا قريت مديحة وقريت لها صغار قريت زيادة صغاري بنتي زينوبك قديش فما امهات تبارك الله صغيره قديش فما فرحه قديش فما فرحه قديش فما اعتراف بالجميل ما احلاها الكلمه الطيبه الكلمه الطيبه اغلى حاجه اغلى من الذهب والفضه والله. الكلمه الطيبه اللي تدخل الفرحه للقلوب والانسان كي يقرا هذا الصداء الجميل من افعاله النبيله قدمنا خدمنا بشرف خدمت بشرف يا مدام فاطمة وخدمت بضمير اجتهدنا والله اجتهدنا ربي يوفقك وربي يثيبك بسم الله الرحمن الرحيم وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون العلم في درجة أخرى نور العلم العلم نور نور إذن مستمعينا الكرام نواصل استقبال المكالمات الهاتفية من أطفالنا لتقديم التهاني والمشاركة في المسابقة برشا جوائز استنى فيك في الاستوديو هاكم تراو الجوائز هذه كل ليكم مهدات من فريق جي اس ام قبالة تيليكوم من بيجي اوبتيك شارع ابي زمعة البلوي ومن شوكو موندو سيدي عبيد الغرياني ننتظر مكالمتكم الهاتفية وفي الانتظار نقول الأمة التونسية دمتي منارة في هذا الوطن الجميل تشع وتنير وتضيء رافد
كبير للفرح، رافد كبير للحب، ليس كذلك أستاذ سمس؟ نعم الحقيقة يعني نحب نعرج على موضوع قريب برشا، هو كل ما تلقى زوج صالح تلقى زوجة سعيدة، تلقى أم سعيدة بأمومتها، وتلقى خاصة الأم هذيك تنشر المحبة لصغيراتها وتحضن صغيراتها معناتها وتأطرهم بالباهي، وإذا كان زادة هي في التعليم تلقاها معلمة ناجحة ومربية ناجحة. بارك الله في كل أب صالح ومن خلاله كان ثم أم صالحة وذرية صالحة. شكرا جزيلا، ممتاز جدا. في انتظار مكالماتكم الهاتفية مستمعينا الكرام على 70 035 120، تسمعونا على 90.3 بوند اف ام وعلى لايف ستريمينج الحياة اف ام .net. نحن في انتظار المكالمات الهاتفية لتقديم تهاني عيد الأم والمشاركة في المسابقة والفوز بالجوائز اللي تفرحكم بها إذاعة الحياة اف ام في كل مناسبة. نهاية الأسبوع هذه نهاية فرحة، فرحة كبيرة. الأم تبارك الله اللي تكتم أوجاعها أحيانا، ولكن ما ترى فيها كان البسمة، لا تظهر غير البسمة وغير الفرحة وغير التسامح. إذا كان ثم رمز للتضحية وهي أم والأب أيضا، ما ننساوش زورق الحياة فيه زوز كراسي، كرسي للأب وكرسي للأم، راه لا يستقيم هذا دون ذاك. ربي يفضلك أنت يا عبد المجيد، ربي يفضلكم، هذا هو دورنا. تفضل مدام. نكمل القول، وراء كل عظيم امرأة، أيضا كما قال سندس إنسان سندس كيف كيف، وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم. ربي يفضل الأباء والأمهات في تونس. نخرج فاصل ثم نعود مستمعينا الكرام. الطفل الحياة فهم هو القدوة، غدوة هي أولادنا، فخرة بلادنا. طفل الحياة فهم أولادنا أخرى بلادنا. مستمعين الكرام، نحن في سياق الاحتفال بعيد الأمهات، فرحة كبيرة كبيرة في إذاعة الحياة اليوم منذ الصباح الباكر. لي تاكسيست يزمروا وجاو يجريوا للإذاعة، مسابقات مختلفة، جو كبير اليوم نحتفلوا بعيد الأمهات. معنا مكالمة هاتفية من الأطفال لتقديم التهاني والمشاركة في المسابقات. معنا مكالمة هاتفية. ألو ألو، عسلمة عسلم، إيش اسمك بنتي؟ ياه إسراء رحمن. إسراء، يا إسراء عسلامة يا للا، قداش عمرك؟ عمري 9 سنين. قداش؟ 9 سنين. 9 سنين، تبارك الله على بنتي. اليوم عيد الأمهات، لشكون تقدم التهاني يا للا؟ نقدم أول ما نبدأ نقدم اللي كانت تحية. إي عايشة. ماما وبابا اللي ربوني واهتموا بيا واللي ربوني واللي عاونوني سهروا عليا الليلة كاملة مش يقروني وخلوني ننجح. برشا ليالي، برشا ليالي وهما يسهروا، تبارك الله عليك وانت هاك ناجحه، تبارك الله من كلامك ونشاطك ما شاء الله. تحبش تقرا لنا حاجه بالمناسبه؟ تحبش تقول حاجه في اطار الاهداء؟ تحب نغني انشود الماما؟ يلا بينا انشود الماما. اي لله. امي ما احلاها، امي عمري فداها، امي نبو حياتي، امي زهره حب، فهي ترويني من دمها تعطيني، تسهر فوق سريري وتلاعب شعري. أمي ما أحلاها، أمي عمري فداها، أمي نبو حياتي، أمي زهرة حب، أمي خريف الهادئ، أمي شتاء الدافئ، أمي ربيع الزاهر، أمي جناح الصيف. أمي ما أحلاها، أمي عمري فداها، أمي نب حياتي، أمي زهرة حب، أسقيها من حبي، أعطيها من عمري، هي مفتاح قلبي ومحبة روحي. أمي ما أحلاها، أمي عمري فداها، أمي نب حياتي، أمي زهرة حب. بارك الله تبارك الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أمي زهرة حب، إسراء الرحماني هكا عبرت على محبتها، زهرة الحياة هكا كانت التهنئة من إسراء الرحماني. في الاستوديو الكل فرحانين بيك يا إسراء، وانت تقرأ تبارك الله، وهما متفاعلين معاك الأستاذة آمنة، سي سيف، الأستاذة سندس، تبارك الله عليك. المستمعين أكيد راك عجبتهم برشا يا إسراء، هذاك علاش عندك هدية، عندك هدية من إذاعة الحياة فهم، مهداة من شوكو موندو نهر سيدي عبيد الغرياني، عندك كوفري شوكولا، شوكولاتة. تحب الشوكولاتة يا إسراء؟ نعم
يا إسراء تحب الشوكولاتة باهي للا ملاكة عندك هديتك كادو متاعك موجود في الإذاعة مكتوب باسمك تتفضل تاخذ وصل الشراء وتاخو هديتك من شوكو موندو كوفري شوكولا في نهر سيدي عبيد الغرياني. مستمعين الكرام مواصلين في تقبل المكالمات الهاتفية بمناسبة عيد الأم، تقدموا إهداءاتكم وتفوزوا بالجوائز. نهار مزيان برشا اليوم، الناس الكل تسمع في الحياة فهم على 90.3 وعلى اللايف ستريمينج الحياة فهم بوانات. تبارك الله اليوم نعجبني برشا، ولا نحب نقول تحية للتاكسيستي للتاكسيست وللواجيست والناس اللي في كراهبهم والناس اللي في القيروان. مجرد ما نقولوا مسابقة تبارك الله معناها تفيد علينا السيارات أمام الإذاعة. اليوم الصباح جو كبير وعملنا احنا عدينا لايف قدوم الفائزين بالجوائز من خلال مسابقات عيد الأم. تحية كبيرة، تحية كبيرة لتونس الجميلة، تونس الرائعة، تونس الرائعة برجالها ونسائها بأطفالها وشيوخها وكهولها، تونس الجمال، تونس البناء، تونس الفرحة، تونس التسامح، تونس المحبة، ليس كذلك أستاذة سندس؟ نعم، ذكرتني في طفل صغير البارح جاء مع أمه قالت لي هو إني نسوق في الكهرباء وحل الراديو، قال حط لي حط لي حياة الأي في ماما وجاي ويسمع في المسابقة وجاي وخذ جائزة. قلت له أنت تسحق دوب الجائزة معنا. واليوم نعرف شفت معنا صباح كي جينا التاكسيس معها الحرفاء مع زوز وليدات ركبين معاه وكيفاز بالجائزة تنقلوا لنا للإذاعة لهنا واخذوا تصاور عملنا فيديو تبارك الله عليه المحلام. هاكا معنا مكالمة هاتفية أخرى. ألو ألو، أهلا وسهلا، شكون معايا؟ عسلامة عسلامة. أنا اسمي ريتاج بوزي. ريتاج بوزيد، مرحبا يا ريتاج. قداش عمرك يا ريتاج؟ 10 ونص. 10 سنين ونصف. أنا قسم تقرا للا رابعة. منين تكلم فينا؟ من القيروان. من القيروان الجميلة، القيروان الرائعة الرائعة بوجودكم يا ريتاج، بك أطفالها المزيانين المتربين الباهين اللي يقولوا الكلمة الطيبة والسلوك الحسن ويحافظ على الممتلكات في الشارع وفي المنزل وفي المدرسة. مال أولادنا فخرتنا، احنا فخر بوليداتنا. اليوم عيد الأم يا ريتاج، ليش كنت قدم التهاني؟ قدم صحية لكم أنتم وإحنا نحيوك. أي قدم صحية لأمي وبويا. أي تحية لهم كبيرة. شو اسمه بابا؟ قدم تحية لأمي صابرين. صابرين ربي يفضلها وإن شاء الله تتربى في عزها. بابا شو اسمه؟ ريتاج. يا ربي يفضله يا ريتاج. أي قل لي تراها تحفظ حاجة على الأم هكا على العيد، عندكش حاجة؟ ها؟ مرضاء الوالدة. هي طيب سمعنا، تراها سمعنا. والله إلا في رضاء الوالدين ما بقاء الكون إلا على الأبوين، أبوين الإنسان بعد الله أولى بالمحبة، وكل من يغضب أما أو أبا يغضب ربه، فأحب أبويكم لتعيشوا سعداء وابنوا الروح لهم تجدوا غير جزاء. بارك الله تبارك الله ما شاء الله. كل أستاذ آمنة مش تعطيك تصفيقة حارة من الأستوديو، تصفيقة حارة من الأستوديو. بارك الله يا ريتاج. نعم. عندك هدية، هدية مزيانة من إذاعة حياة فام. الهدية هذه مهداة من شوكو موندو كوفري شوكولاتة مزيانة مضخمة، مش تاخذها من نهر سيدي عبيد الغرياني، تتجي للإذاعة ولا بوك تاخو وصل الشراء متاعك وتاخو الهدية متاعك. نحبك تقرأ لروحك، نحبك تنجح، نحبك تلعب مليح زادة، نحبك تكوني فرحانة ديما، نحبك تحافظ على مدرستك وتسمع كلام با وما، ونحبوك ناجحة ونشوفوك إن شاء الله نجم من الأعالي في سماء تونس الجميلة. مستمعين الكرام مواصلين في تقبل المكالمات الهاتفية. نظن مدام كواكب ثم تليفون. مدام كواكب إيش رأيك أستاذة سندس اليوم في الجو؟ اليوم جو الحقيقة رائع، رائع جدا بالأطفال. بالأطفال أنا مشايخين الأطفال كل نهار حد تبارك الله. أني كي نجي لبرنامجنا الحياة كيدز نحس روحي دخلت العالم، عالم الطفولة، عالم الطفولة. وكي نخرج العالم عالم آخر. الحقيقة برنامجنا إن شاء الله بالنجاح لي وليك الجميع إن شاء الله. الصغيراتنا ديما متألقين وديما مبدعين، عايشك ربي فضلك. وربي فضل لنا القامات متاع التعليم اللي نضيفه فيهم كل أي مرة. أي قامات تونس بصفة عامة. أي إن شاء الله تعليم أساسا، خاطر من المدرسة يخرج كل شيء طبيعة، ولكن احنا نثمنوا زادة الخريجي المدرسة التونسية طبيعة. اللي في أكبر المستشفيات في العالم، أقسام مسمات بأسماء تونسيين، في الطب عندنا في النازة،
عندنا محمد أوس العياري، عندنا أسماء كبيرة كبيرة لا تحصى ولا تعد. احنا من المنبر هذا أستاذ سندس رسالتنا للمجتمع، للمجتمع أن نقدروا قاماتنا ورموزنا، نلزمنا نعتزوا بالعلم، نعتزوا بالعلم والعلماء في بلادنا. نعم. يزينا من الحواج بثم بهرج حياة زائف، راه ثم حواج أخرى موجودة طول راوها اليوم في القنوات الإذاعية وراوها في كذا، ولكن العلم، 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 العلم والفن والمدرسة. نخرج فاصل غنائي مستمعينا الكرام، فاصل غنائي ثم نعود لنواصل هذه الاحتفالية الرائعة. فاصل غنائي قصير ثم نعود للاحتفال بعيد الأم. الطفل الحياة فهم يقرأ يحلم يفكر يلعب ويبدع. الطفل الحياة فهم هو القدوة، غدوة هي أولادنا، فخرة بلادنا. طفل الحياة فهم. مواصلين مستمعينا الكرام في تكريم الأم في عيدها، معنا مكالمة هاتفية. ألو. ألو. عسلامة، شكون معايا؟ مدام جوادي شيماء. مدام شيماء، مرحبا بك يا مدام، مرحبا بك. عايز. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير امهات تونس. تفضل مدام، تفضل اختي. عايزك حبيت نكرم مدام فاطمه الحليوي ومدام لميا خاطر هما قرأوا لي بنتي، وكان الفضل لكل المدام فاطمه الحليوي خاطر هي كانت اسفه انها دخلت لي بنتي، ما حبوش يدخلوا هي لي وقتها، وقبلتها وفرحت بها وحبتها واندمجتها مع الصغار وكل شيء. والحمد لله انا حبيت نكرم مدام فاطمه الحليوي، هاي معك مدام لميا زيدة، خاطرها السنه بنتي تقرا عندها رحمه جوادي. نعيشك. هاي معك مدام فاطمه، تفضل. يعطيك عسلامه مدام فاطمه. عسلامه ما عاش بنتي، يا رب ان شاء الله يحفظكم، وربي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. الامهات الكل ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وكان الفضل اللي كنتي فضل ربي والله، كله فضل الله سبحانه وتعالى والله. يعطيك الصحه يا مدام شيماء على الاعتراف بالجميل هذا، وان شاء الله امهاتنا في العالم اجمع المراه الام، الأمومة سواء بالإنجاب والأمومة بالتربية والأمومة بالدور الإيجابي اللي تلعبه المرأة التونسية في المجتمع، المرأة أم في المستشفى، والمرأة أم في البيت، وأم في المدرسة، وأم في الطائرة، وأم حيثما كانت، في كل مكان. مستمعين الكرام، جونا كبير اليوم على الحياة فام، تسمعون على البوندا فام 90.3 وعلى لايف ستريمينج الحياة فام .net. نحن اليوم نحتفي بعيد الأم، أليس كذلك أستاذة سونس؟ أجل عيد الأم، عيد اليوم الأمهات المربيات الحقيقة، برشا مشاعر نحس في روحي كياني انا في حقل من الورود. انا قلت لك مش نرجع للحق، الحقل من الورود ومن الفراشات ومن المشاعر الرقيقه حقيقه. اتحفتونا مدام لميا ومدام فاطمه، يعطيكم الصحه على الحضور في هالمناسبه السعيده. يعيشك الحقيقه، هي مناسبه المربيات، المناسبات في اليوم المناسب، عرفت؟ أي. الشخص المناسب في اليوم المناسب، الام حيثما كانت، حيثما كانت. احنا هذه فقره قفل المعلمي، صادفت كونها الام، الام والمعلمه في نفس الوقت، ولكن الامهات بمختلف الادوار، حتى اللي في الدار، حتى اللي ما عندهاش خدمه، راهي تأدي في خدمه كبيره برشا في المنزل في تربيه الاطفال. واليوم ناكدوا على التربيه، على دور التربيه. مدام التربيه في لميا معناها الشارع اليوم يحتاج، وكأنه يشي بحقيقة أن الدورة التربوي يضعف شوية. كي نشوفوا احنا صغيرات مرات نحبوا نسمعوا الكلمة المزيانة في الشارع، نحبوا نشوفوا السلوك السوي في الطفل، وهذا ملقى على عاتق المدرسة وعلى عاتق المنزل والأسرة، ولا سيما الأم. إن شاء الله ديما الكلمة الطيبة والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف ديما باش يولي شارعنا تبارك الله، صغيراتنا نشوفوهم فك السلوك السوي في الإيجابية في الفعل الحسن، وإن شاء الله بحول الله نحن لا نيأس في تونس ما دامت الأم وما دام الأب وما دامت الأسرة وما دامت المدرسة، ديما إن شاء الله أدوارنا نطلعوا بها ونبلغوا هذه الرسالة المقدسة. شكرا، شكرا سي عبد المجيد، بارك الله فيك. ليت الأم تكون أما، وليت كل أم تعود أما. نعم. فالأم بالكلمة والأم بالإحساس. نعم. الأم ترعى، الأم تبني. مجتمعنا اليوم وحياتنا اليوم تفتقر إلى أم
تعطي حبا وحنانا. قال سبحانه وتعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كلمة أحبك لولدي، ولدي في القصة مدام شيمة اللي كانت تكلم فينا توا، بنتها رحمة صديقتي، هي تلميذتي سنة ثالثة ابتدائي وهي صديقتي، ترى في عيني التعب، ترى في عيني الإرهاق، تلاطفني، تطلب مني أحيانا أن أجلس على الكرسي وتقدم الكرسي بيد. الحق بارك الله فيك مدام شيمة على التربية العالية. هنا احنا مجتمعنا يفتقد للأم الحنون، يفتقد للأم اللطيفة، يفتقد لكلمة طيبة. نحن نرى في يحتاجها نعم بحكم ظروف ظروف الصعبة المجتمعنا اليوم أو لطبيعة التربية لغالب الأمهات كثيرا كثيرا ما نرى في أطفالنا الحقيقة مش فقرا، يكاد يكون انعدام محبة ولمسة حب ووفاء من الأم. هذا ما يفتقده الحقيقة الطفل، ونشوفه هذا في أقسامنا. فمجرد كلمة نحبكم، مجرد كلمة صباح النور وصباح الورد بحليكم، ترى كل الوجوه مستبشرة، ترى كل الوجوه تنفض غبار النوم. الكلمة الطيبة صدقة والابتسامة صدقة. مع دخولنا الفصل، مع في الصف حتى، تلك اللمسة وتلك الكلمة الطيبة هي التي صنعنا بها الرجال. شكرا. والحمد شكرا. لله ربي فضلك من فضل الأمة التونسية. معنا مكالمة هاتفية. ألو. ألو عبد المجيد. على السلامة، شكون معايا؟ ميسة إسبيدان. مرحبا، فيني ميسة؟ هذه أم ميسة. أين رميسة؟ أعطيني رميسة. الله يخليك. مرحبا رميسة. هاي رميسة. ألو. عسلامة. عسلامة يا رميسة. عسلامة. عسلامة، اليوم عيد الأم يا رميسة. في بالي. في بالك، لشكون لشكون باش تقدم التهاني نتاعك؟ ماما تقولها كل عام وانت حي بخيرة. اعطيني تراها كيفاش تحب تعبر على حبك لماما. انت تسمع كلام ماما؟ اي. قداش عمرك يا رميسة؟ 4 سنوات. يا تبارك الله، 4 سنوات يا رميسة. اش تحفظ؟ تحفظش حويجه هاك تقولها لنا اليوم؟ خلنا نعطوك جايزه. ها عندكش حاجه؟ هاي سمعني ترا، سمعني. ماما أنت أغلى حياتي، عاشت الماما، عاشت البابا وإخواتي. أنا لما مصيرك كبير وكافيها، ماما ربي يخليها، ماما ربي يتقيها. يتبارك الله يتبارك الله، ما شاء الله. اش رايكم في رميسة سيدي؟ رميسة ضحكت ما شاء الله عليها. تبارك الله على رميسة. يا رميسة كل عام وماما حية بخير يا ربي. وعلى المشاركة التحفونة هذه مش نعطوك عليها جائزة من إذاعة الحياة فهم، من برنامج أطفال الحياة، الحياة كيدز. تحب شوكولاتة ولا حاجة تابعك التليفونات؟ شنو تحب الجائزة متاعك يا رميسة؟ تحب شوكولاتة؟ نعطوك حاجة تابعة التليفونات من فريقي جي اس ام. هذه جايزتك من فريقي جي اس ام. تتصل بذاعة حياة فام وتاخو الجايزة متاعك، ويعطيك الصحة وإن شاء الله كل عام وماما حي بخير، وكل أمهات تونس. شكرا جزيلا للمستمعين الكرام، هذوما أطفالنا، أيام أحلاهم. تبارك الله، شوك الغنية الحلوة المزيانة، 4 سنوات وكيفاش تفاعلت معانا، وهنت ماما. إن شاء الله أمهاتنا كل عام وهما حيين بخير يا رب. ايش رايك استاذة سونس؟ والله ما شاء الله أطفال عليها، أطفال تونس كلها حيوية وكلها حب وكلها نشاط وكلها ثقة بالنفس. رميسة ربي يحفظها ليك يا مدام ميسة، وربي يخليها لك، وان شاء الله تفرح بها
ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كل اطفالنا ديما بخير في احضان الامهات المعلمات المربيات، وان شاء الله مجتمعنا مجتمع الايجابيات، مجتمع السلوك الحسن، مجتمع العلم، مجتمع المعرفه، مجتمع الفن والثقافه وحسن السلوك وخدمه الوطن والمحافظه على هذا الوطن الجميل. حتى الشارع يعني كيف يعني حينما لا نلقي علبه في الشارع فنحن نحب هذا الوطن. الوطن مش بالضروره تسقي نبتة ولا تزرع نبتة، لا كي تحافظ كي تمتنع على تلويث الشارع وتحافظ على الممتلكات والكلمة الطيبة في الشارع والسلوك الحسن والابتسامة، هذا كله خدمة للوطن. وأطفالنا أطفالنا فخرة بلادنا بالحق، أولادنا فخرة بلادنا، احنا نفتخروا بالأم، نفتخروا بالأب، نفتخروا بالأسرة التونسية عامة. نواصل مستمعينا الكرام في تلقي مكالماتكم الهاتفية، مكالمتكم الهاتفية بمناسبة عيد الأم. ايش رايك في رميس البنية تحفون هذه؟ والله تبارك الله عليها، ربي يحفظها، ربي يحفظها ان شاء الله. انا استنوا في التليفونات، استنوا في التليفونات خاطر اكيد جدا لازم نقبلوا المكالمات الهاتفية. نخرجوا فاصل غنائي ثم نعود، فاصل غنائي مستمعينا الكرام ثم نعود للاستوديو لتلقي المكالمات في اطار الاحتفال بعيد الأم، عيد الأمهات. معنا مكالمة هاتفية. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، شكون معنا؟ أهلا بك، شكرا. تعالوا لي كواكب، مدام كواكب تحفيها. أهلا أستاذة كواكب، مرحبا بك وأنت أم، نقول لك كل عام وأنت حي بخير يا مدام. بارك الله فيك. ربي يفضلك، إن شاء الله أيامك أعياد الكلها. يعيشك. قل لي إيش حاب تقول بالمناسبة هذه يا مدام؟ وزوجتك وبنتك إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. يفضلك. يعطيك الصحة بالمناسبة هذه، تحية لكل أم، وأنا نحيي والدتي ربي يفضلها ويطول أنفاسها، أمي عزيزة الغالية، المرأة الطيبة، المرأة الحنون، أختي كواكب، تفضلي لالا الغالية. بارك الله فيك. نحب نقول لأمي فاطمة، فاطمة البيلي، ربي يفضلك يا ميمتي، ربي يفضلها عليك، يعيشك وإن شاء الله يعطيها الصحة ويعطيها القدرة باش تقاوم المرض نتاعها ان شاء الله. ربي يقويها، ربي يفضلها، وربي يديم على روسها ان شاء الله. يعطيك الصحه يا مدام كواكب، والله يعطيك الصحه. نعتذر تاخرنا في قبول المكالمه الهاتفيه لخطا في الرقم، ونقول كل عام وانت حي بخير كأم، وان شاء الله ميمتك حي بخير وربي يشفيها ويعافيها. مستمعينا الكرام وصلنا الى ختام هذه الحلقه من اطفال الحياه، الشكر موصول للاستاذه سندس السبوعي في الاعداد، والفريق التقني الممتاز محمد سيف الدين بالعراس وامن بوخيت وصديقنا نوفل الشرطاني، وفي تأمين المكالمات الهاتفية أنس الهمامي. إلى اللقاء في يوم سعيد آخر من أعياد تونس الجميل. فكر، يلعب، يبدع. الطفل الحياة فهم هو القدوة، غدوة هي أولادنا، فخرة بلادنا. طفل الحياة فهم